اهلا وسهلا بيكم في قناة مستر هارون. طبعا اللي انتوا شايفينه دلوقتي دي اسمها رحمة حسن اللي قلبت الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام الفترة اللي فاتت عشان خاطر نزلت صور جريئة ليها لجلسة تصوير هي كانت عاملاها. وبعد كده طبعا بعد ما الصور ظهرت زي اي فنان عادي ان هو بيطلع بيعتذر وبيبدأ بيتكلم وبيقول ان الموضوع دوت ما كانش مقصود او الصور اختلست منه وبدأت تطلع للناس. طبعا هي طلعت على الانستجرام بعد كده بتوضح ان هي الكلام اللي حصل ده كله من اوله لاخره كان من عن طريق ان في حد خد الصور بتاعتها وبدأ يعرضها. بس السؤال دلوقتي ايه المنظر اللي انت طالعه بيه ده؟ مش المفروض تطلع بمنظر احسن من كده؟ عموما يعني كلنا بنتمنى الخير للناس، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتتفرجوا على الفيديوهات القديمة، وما تنسوش كل يوم 3 تتفرجوا على مستر هارون.